ونالت ابراجي الساعة وحتى محبي مستشفى الملك عبد العزيز ركنيه ملعوبه طويله ونفي المواجهه في منك العمليات مناطق الخطر تصيبه وكوره الله اعتنت العارضه كوره ستلعب هذه كوره ستبحث عن المطارق كوره ملعوبه بالراس اي لعبه واي كوره لكن هكذا الآن في اللعبة ما في احتسب هدف أبيض لصالح مستشفى الملك عبد العزيز الوقت الأصلي ركنية ملعوبة وخطأ ملعوب بالقلب ملعوبة قوية مستحيل الكرة المافية بأريحية وأسبقية في أرضية الملعب سرواني لعب لك كرة باتجاه المرمى عادت الآن في مكان خطيرة تلعب الآن لكن صفارة الحكم موسى إذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا عودة مجددا معكم في أحداث ومجريات هذه المواجهة في شوطها الثاني بعد هذه الأسماء التي عول عليها الفريق في مطلع الشوط الأول وهكذا الآن كرة خطيرة ملعوبة في مكان لكن وين عدت خارج أرضية الميدان كثيرا في أرضية الميدان رمية جانبية الآن ديكو يلعب لها كرة عالية في بنك العمليات المحاولة لا زالت مستمرة عانت لديكو أمامية خطيرة اللعبة الماضية رائع الكرة المافية القائم في هذه المرمى وفي هذه المرة وقف الآن مع القرني وأبعد اللعبة المافية نقلة أقصى اليسار عالية واقع المين ابعاد خطيرة في مكان يا سلام مرت اللعبة المافية وعدت خارج أرضية الملعب هاشمي هاشمي على اليسار لم كرة لف ودار يا سلام الله خطيرة اللعبة المافية بل هي الأخطر في الشوط الثاني لكن عدت الآن إلى خارج متواجدة في أرضية الملعب الكرة الآن ستلعب عالية أمامية بالرأس والعومة خطيرة الله أي لعبة وأي كرة خرافية اللعبة المافية لكن كما نشاهد الآن أولى الأهداف على مستوى هذه البطولة كانت بأقدام لاعبي فريق الله 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 حلوة 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 روعة 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 أي نقلة أي كرة أي صورة في اللقطة الماضية بكرة كانت حاضرة من اللاعب إبراهيم من اللاعب محمد الهاشمي في المرمى 420 ثانية اكسترا تايم كل ما تبقى من أحداث ومجريات هذه المواجهة انطلاقة من عمر خطيرة 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 كفاري لا لا يا كفاري مستحيلة يا كفاري من الممكن أن تهجر